أجيد رفاقي وحبيبة مقر در هري در يمد وحبيبي الحار سمان الحري جاي وزين هريز غلاطك نصر يقول النبي بنتك رغيب سنوياك هذا حين يذلوخ أجيد رفاقي وغربة مقر در هري اشكري للناس اللي تسحق حدا اي تسحق اشكري لهم لكن تسحق البلاد ديالك الزود اللي تسحق وريني راسو لينو يدي سنتين ديال سنتين الناس يريين انا اللي كيدير انا وتدي احمد هو صاحبي البلاد انا غنديها انا اللي مكلف بها غنديها يدي سنتين راسو لينو وريني لو ريخ ديال تسحق الزود اللي تسحق اش دقيق تسحقيا نسمى سنتيا نسمى مغربيا المغربيه شكون المراه المغربيه الامازيغيه ها المراه المغربيه الامازيغيه واش هذا التحبه كنبغينا كله من العرب لا امازيغ لا المغرب كنحبو وكنحسن كاملين اليوم داروا لك التكريم شنو فرحانه بالتكريم ديالك انا فرحانه بزاف فرحانه بكم اولادي الشباب ديالي اللي شفتو انا عيانه بزاف عيشتكم واللي تلبس عليا والله العظيم عيني هذا غادي 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 انا فرحانه بزاف والله يكبر بكم اليوم الله يكبر بكم الله يكبر باللي نسول بهذا الشيء والله يرحم لكم الوالدين خاطر ليا كلي خاطر سيدي ربي تبارك وتعالى الله يرحم الوالدين والله يخلف عليكم وشكرا لكم بزاف تحيه لكم بزاف والله ينصر سيدنا سيدي واحد السادس هذه نصر هي لحية المخلوق من لا 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 لا